بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك. تقول السائلة ميم ميم ألف، تسأل أختنا جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: إذا أرادت المرأة صيام نبي الله داود عليه السلام بحيث تصوم يوما وتفطر يوما، هل عليها القضاء في أيام الدورة الشهرية بالنسبة لتلك الأيام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا أرادت المرأة تصوم صيام داود عليه السلام، وهو أنها تصوم يوما وتفطر يوما، فإنها تفطر في أيام العادة الشهرية وأيام النفاس بعد الولادة، وفي يومي العيدين تفطر في هذه الأيام ولا تقضيها، لأن الصيام نافلة والنافلة لا تقضى، إنما القضاء للفريضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين، كان له أجر حج وعمرة تامة، هل هذا خاص بالرجال حيث أن المرأة لا تصلي الفجر في جماعة؟ يتناول النساء. ما شاء الله. يتناول النساء، فالمرأة أيضا إذا جلست بعد صلاة الفجر تذكر الله عز وجل في مصلاها إلى أن ترتفع الشمس ثم تصلي ركعتين، فإنها تنال بذلك الأجر ثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن كان أجر الرجل الذي صلى في جماعة يختلف عن أجر المرأة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا وصلاتها في بيتها. نعم. جزاكم الله خيرا، هل يجوز لمجموعة من النساء الاشتراك في شراء أضحية واحدة ويكون الأجر للجميع؟ الأضحية إذا كانت من الإبل أو من البقر فإنها تجزي عن سبعة، ترك سبعة في أضحية من الإبل أو من البقر أجزات عنهم الحمد لله. أما الشاة فإنما تجزي عن الرجل وأهل البيت، وأما لو اشترك فيها جماعة فإنها لا تجزي إلا عن واحد. نعم. لكن إذا ذبحها، إذا ذبحها المسلم عنه وعن غيره وأشرك فيها معه غيره في الثواب فإنها تجزي والحمد لله. أما إذا أنهم اشترك جماعة في شاة فإنها لا تجزي إلا عن واحد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وصلني مبلغ من المال لأحد عيالي وعائلته بحاجة لهذا المبلغ، وهو لا يسأل عن زوجته ولا عن أولاده ولا يدرون أين يصرف رواتبه، هل يجوز لي دفع هذا المبلغ لزوجته لتصرفه على أولادها؟ نعم. وصلني مبلغ من المال لأحد عيالي وعائلته بحاجة لهذا المبلغ، وهو لا يسأل عن زوجته ولا عن أولاده ولا يدرون أين يصرف رواتبه، فهل يجوز لي دفع هذا المبلغ لزوجته لتصرفه على أولادها؟ إذا كان أولاده بحاجة إلى النفقة فلا بأس أن يدفع لهم بقدر حاجتهم وقدر ما يقوم بنفقتهم، لأن هذا حق لهم، ولا سيما وأنت جدهم، أنت والد والدهم. السائل امرأة يحفظكم الله، أو امرأة. نعم. الزوجة هي أم الأولاد، أم هذا الولد. نعم. 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 تأخذ من ماله قدر ما يكفيها ويكفي أولادها. قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما سألته. عفوا شيخ صالح، لو تكرمتم أعيد السؤال مرة أخرى. تقول: وصلني مبلغ لأحد عيالي وعائلته بحاجة
حاجة لهذا المبلغ، وهو لا يسأل عن زوجته ولا عن أولاده، ولا يدرون أين يصرف رواتبه، فهل يجوز لي دفع هذا المبلغ لزوجته لتصرفه على أولادها؟ نعم يجوز ذلك إذا كانوا بحاجة إلى النفقة، إذا كان ينقصهم شيء من النفقة الواجبة. فلك أن تنفقي هذا المال الذي وصلك من الزوج على أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما سألته هل تأخذ من مال زوجها قدر ما تنفق على نفسها وأولادها، لأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، مع أن السائلة هي أم الزوج وليس زوجة الشيخ صالح. ولو أم الزوج من باب أولى. من باب أولى. نعم. يحفظكم الله. نعم. إذا سئلت المرأة عن أمور دينية واجتهدت وأفتت وقد تصيب أو تخطئ أحيانا، هل هي آثمة؟ لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يفتي إلا بعلم، الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي ويقول هذا حلال وهذا حرام وهو لا علم عنده، بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، فلا يجوز للإنسان أن يفتي إلا بعلم، وإذا كان ليس عنده علم فإنه يتوقف ويقول الله أعلم ويحيلهم على من عنده علم. نعم. جزاكم الله خيرا، هل يجوز لمدرسة تدرس القرآن محتسبة بدون راتب أن تقبل الهدية من دارساتها علما أنها دائما تطلب منهن عدم تقديم الهدايا لئلا ينقص أجرها، ومع ذلك تستحي أن ترد الهدية فتقبلها ثم تتصدق بها؟ إذا كان ليس لها راتب فإنما هي متبرعة بالتدريس فلا بأس أن تقبل الهدية من طالباتها، ولا حرج عليها في ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا، إذا أرادت المرأة صوم يوم وإفطار يوم وخشيت أن يرفض زوجها طلبها، فقالت له إنني أرتاح أثناء الصيام وأتعب جدا وأنا مفطرة، ليوافق زوجها على صيامها، فهل تعتبر كاذبة علما بأنها فعلا ترتاح وهي صائمة؟ ليست كاذبة، عندما ترتاح للصيام فهي ليست كاذبة، ولكن مع العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، فإذا أذن لها زال المحذور والحمد لله. جزاكم الله خيرا، يسأل أحد المستمعين عن حديث الآحاد وهل يؤخذ به في الحدود وما حكم من لا يأخذ به، جزاكم الله خيرا. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به في الحدود وفي غيرها، وأما الذين يقولون إن خبر الآحاد لا يعمل به في الاعتقاد في مسائل العقيدة أو في كذا أو في كذا فهذا كلام باطل، فالله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا عام في كل ما بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أحد المستمعين يقول أريد أن أحج، هل الفدية لا بد أن تكون في أيام الحج أم لا مانع من تأخيرها، جزاكم الله خيرا؟ الفدية لها وقت، فدية التمتع والقران لها وقت وهو يوم العيد وثلاثة أيام من بعد، هذا وقت ذبح الفدية ولا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يوجد لدي قصة لصديق من الأصدقاء لكن لاحظت أنها قصة غير صالحة من القصص المطبوعة، هل أعيدها له أم أحرقها؟ إذا كان فيها كلام باطل أو كذب فإنك تخبره بذلك وتقول له هذا الكلام لا يجوز تداوله ولا يجوز نشره، وتقنعه بأن يتلف هذه القصة، لأنك لو أتلفتها بدون علمه وبدون أخذ رأيه ربما يكون هناك سوء تفاهم بينك وبينه، فعليك أن توضح له الأمر وتقنعه بإتلافها. نعم. أنا شاب من الله علي بالهداية وكنت أصلي وأصوم وحجيت مرة واحدة فقط، واستمريت على هذا الحال عدة سنوات، ولكن رفقاء السوء كانوا سببا في غوايتي، فمشيت معهم حتى انتكس وتركت الصلوات، ولكن لم أتركها بالكلية، وإنما مرة صلاة العصر ومرة المغرب ثم أتوضأ وأصلي وهكذا. سؤالي ماذا علي أن أفعل؟ هل أعيد الحج أم أن حج
الحج الأول يكفي وعلي بعض الأيام في رمضان، هل أعيدها أم أن عملي بطل وحبط نظرا لتلكم الصلوات التي كنت أتركها؟ أيضا هل أعيدها؟ وجهوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. عليك بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. وحجك الأول صحيح إن شاء الله، إذا تبت رجعت إلى الله عز وجل فإن حجك صحيح على الراجح من قولي العلماء، وكذلك صيامك وسائر أعمالك التي كنت تفعلها قبل الانتكاسة، فإذا تبت إلى الله ورجعت إليه عادت إليك أعمالك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والجلساء الشيخ صالح بهذه المثابة. نعم، والجلساء بهذا التأثير لا بد لكم من تعديل، يحفظكم الله. وعليك باجتناب جلساء السوء وكل وسائل الشر ووسائل الفتنة، عليك باجتنابها، لأن ديننا جاء بسد الذرائع التي توصل إلى المحذور، عليك باجتناب كل وسيلة تؤدي بك إلى شر، ومن أهمها الجلساء. لا تجالس إلا الصالحين الطيبين الذين تكتسب من مجالستهم الخير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تشاد رسالة بعث بها مستمع الرمزي لاسمه بالحروف ميم عين سين، يسأل ويقول: هل أفعال الله عز وجل قديمة أم حادثة؟ وما حكم من قال إنها حادثة؟ جزاكم الله خيرا. أفعال الله جل وعلا وسائر صفاته لا بداية لها، فإنها تابعة لذاته سبحانه وتعالى، وهو أول بلا بداية، هو الأول الذي ليس قبله شيء وليس لصفاته وأفعاله بداية. والذين قالوا إن لها بداية وأنها حادثة بعد أن لم تكن، هذا قول علماء الكلام وعلماء الجدل، وهو مذهب باطل يلزم عليه أن الله يكون أتى عليه فترة وهو معطل من صفاته سبحانه وتعالى. ولكن يجب الفرق بين النوع وبين الآحاد، فنوع الأفعال قديم، وأما آحاد الأفعال فإنها تحدث شيئا فشيئا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من قال إنها حادثة؟ حكمه أنه معطل، لأنه يلزم عليه أنه عطل الله جل وعلا في فترة، ثم بعد ذلك حدثت له هذه الأفعال وهذه الصفات، فيكون معطلا قبل ذلك. وهذا من القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم عديل الشرك، هو شر من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بمنزلة من الشناعة والشر فوق الشرك، أسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الله مستويا على عرشه أم لا؟ وما حكم من قال إن الله غير مستوى على عرشه؟ وهناك قول أيضا يقول إن الله موجود في كل مكان بذاته. أما الاستواء على العرش فهو ثابت في سبعة مواضع من القرآن، وكذلك ثابت في السنة الصحيحة، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا مستوى على عرشه. فقد ذكر سبحانه وتعالى في سبعة مواضع من كتابه استواءه على العرش، أولها في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي غيرها من سور القرآن. والاستواء على العرش من صفات الأفعال. أما علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته فهو من صفات الذات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الاستواء على العرش على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى. قال له: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فقال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الرجل قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال كذا: كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه. وهذا هو قول أهل السنة قاطب، مثل قول الإمام مالك رحمه الله. وأما من قال إن الله في كل مكان فهذا حلولي كافر، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه عن الحلول في مخلوقاته، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، عال على مخلوقاته، مستو على عرشه سبحانه وتعالى. فمن قال إنه في كل مكان فإن
فإنه حلولي كافر والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومن جحد الاستواء، نعم، من جحد الاستواء وهو يعلم وروده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجحده مع العلم فهو كافر. نعم. جزاكم الله خيرا. أم عبد الرحمن مقيمة في الرياض تسأل وتقول: هل التشهد الأوصل في النوافل الرباعية كنافلة الظهر غير مطلوب؟ نعم. هل التشهد الأوسط في النوافل الرباعية كنافلة الظهر غير مطلوب حتى لا تشبه النافلة الفرض أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. وما صحة حديث من صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها حرمه الله على النار؟ الحديث صحيح، من صلى أربعة قبل الظهر ومن صلى أربعة بعد الظهر فحرمه الله على النار، هذا صحيح. ما شاء الله. والأربع تصلى مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يقرنها بسلام واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: كثيرا ما تصيبني بعض الجروح أو بعض الحروق الصغيرة أثناء عملي بالمطبخ، وقد يكون حجمها مثل حبة الشعير مثلا، إلا أنها تسبب لي بعض الألم حتى تشفى، هل يصح وضوئي إن أنا وضعت عليها اللاصق الطبي لأن تغطية الجرح تعجل بشفائه، أم أن هذا يختص بجروح كبيرة فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بتغطية الجرح ولو كان صغيرا إذا كان ذلك من أسباب الشفاء، وإذا توضأت فامسحي عليه، امسحي على اللصوق ويكفي هذا والحمد لله. الحمد لله. هل الصور الفوتوغرافية حلال؟ وما صحة ما قاله جمع من أهل العلم في هذه المسألة، ولا سيما أنهم يقولون إن الآلة في إمكانها أن تقوم بالتصوير دون أن يبقى عندها أحد؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وشدد الوعيد فيه وعمم ذلك في جميع أنواع التصوير وبأي وسيلة، لم يستثني من ذلك شيئا. التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم النهي عن التصوير، وهو يسمى تصويرا، أما الذي يخرجه من عموم النهي لا يخصص كلام الشارع إلا بدليل من الشارع، ليس هناك دليل يخصص التصوير الفوتوغرافي من غيره، بل إن التصوير الفوتوغرافي قد يكون أشد فتنة من التصوير الرسمي باليد أو بالنحت. فالتصوير حرام بأي وسيلة كان لعموم الأحاديث، ومن استثنى شيئا من أنواع التصوير فعليه إقامة الدليل الصحيح، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصص إلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، وأما التحكم بالأقوال والتعليلات والهوى هذا أمر لا يجوز، وإنما يرخص من التصوير ما دعت إليه الضرورة، فصور تابعية ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، الصور التي تدعو إليها الضرورة. الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولا حرام مع ضرورة، فإذا بلغ الأمر الضرورة جاز دفعها، وهذا من باب الرخص. أما ما عدا ذلك فالتصوير حرام بجميع أنواعه، ولا دليل مع من أحل شيئا منه. ولا وهذا وقولهم إن الآلة هي التي تصور ليس بصحيح، الآلة لا تصور إلا إذا حركت ورتبت إنها تصور، أما بدون أن يستخدمها أحد أو يحركها أحد أو ينظمها أحد فإنها لا تصور، فهي عمل إنساني. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا ملتزمة والحمد لله بغطاء الوجه من قبل الزواج، إلا أنني كنت متعودة على لبس النقاب وزوجي يرفض هذا، وقد وقعت على الأرض ذات مرة نتيجة لكثافة الغطاء الذي أمر به زوجي، هل علي من إثم إذا أنا ارتديت النقاب؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان النقاب لا يبدو منه غير العينين وأنت معتادة عليه فلا بأس به، إذا كان لا يبدو منه غير العينين، أما إذا كان يبدو منه شيء من الوجه من الخدين أو من محاجر العينين أو من الجبهة هذا حرام، لأن من كشف زائدا عن العينين فهو عورة فلا يجوز لبسه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل استعمال موانع للحمل للمرأة الصحيحة يجوز لمباعدة الفترات بين الحمل حتى تحتفظ بصحتها وتتمكن من تربية أطفالها؟ جزاكم الله. إذا دعت حاجة إلى ترتيب الحمل وتأخيره لفترة تتمكن المرأة من استقبال المولود الجديد فلا بأس بذلك لأجل الحاجة، أما إذا كان لأجل الرفاهية فقط فإنه لا ينبغي استعمال منع الحمل، بل الحمل مطلوب، ولا يدري الإنسان ما يقدر له، ربما يأتي وقت
تصاب المرأة فلا تحمل فتنحرم من الذرية، فتترك الأمر لله، تترك الحمل إلا إذا دعت إلى تأخيره حاجة في صحتها أو حاجة للأطفال الذين تلدهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.